طيب تعالوا نروح نشوف النشرة المرورية اللي طبعا أكيد مرتبطة بالحالة الجوية، لأنه بنشوف بقى الحالة الجوية بتأثر إزاي، لأنه تحديدا ساعات الصباح الأولى لو ما فيش أشغال زي النهاردة كده أجازة هنلاقي اللون الأخضر في الخريطة هو اللي مسيطر. الناس بتبقى قاعدة في البيت متدفية بقى طبعا، فبالتالي ما بتبدأش إنها تتحرك إلا الظهر مثلا بعد طلوع الشمس بشكل يعني أكبر، فبالتالي هنلاقي اللون الأخضر في ساعات الصباح الأولى يوم السبت هو السائد. كمان الفترة دي فترة أجازات من المدارس، فده طبعا هيكون ليه تأثيره على الشوارع الصبح تحديدا. يمكن بنلاقي الزحمة أكتر في المدارس في الويك دايز، ولكن في الويك إند دايما بيبقى فيه يعني حاجة كده مشتركة، إنه دايما بنلاقي السبت هو يوم مشترك في ان احنا نلاقي سيوله في الحركه المروريه، تحديدا من صلاح سالم كوبري 6 اكتوبر زي ما حضراتكم شايفين على الجانبين. بناخد حضراتكم كده طريق سريع من القاهره الى الجيزه، جوله سريعه نشوف كده محور كمان 26 يوليو برضو في سيوله في الحركه المروريه كبيره، حتى في الشوارع اللي هي الجانبيه وفي رمسيس من تحت برضو كان في سيوله، وده بيقوله لنا طبعا اللون الأخضر اللي موجود على الخريطة.